يلا فينا مثلا. فاحنا هون نظرا لضيق الوقت شفت كيف بعرف هو هيك لانه هيك يعني انه اللي هم قالوا التوم. الله يخليك. كانت انه معقول صرتي بهالعمر بعدك عم تحرقي طبق؟ كانت تسلمني اكلات صعبه. بتصير ولا لا؟ يس يا ال ألو مرحبا هلا نوارة شو وينك؟ إيه يلا أوكي أنا بستناكي حبيبتي باي باي. صدق الله العظيم شو مطولة صديقتك؟ لا هاي هجاية قالت لي على الطريق. مرحبا كيفك؟ كيف صحتك حبيبتي وجودك رمضان كريم. مرحبا كيفك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بستناكي. تأخرت عليك أنا آسفة. هاي إجت صاحبتك وأنا نازل المسجد. تقبل الله. أهلا وسهلا تفضلي. حبيبتي تسلمي كيفك؟ تمام. كيف رمضان معك؟ مشتاقين. تمام الحمد لله. كيف الأجواء تحت؟ كيف الأهل؟ الحمد لله كلهم تمام بسلموا عليكي. خبريني شوي قديش شفتي في اختلاف بين أجواء غزة برمضان وأجواء هون بالإمارات؟ والله هو يعني العادات والتقاليد والأكلات هي هي، بس اللي اختلف لمة الأهل، يعني بعدت عن ماما إخواتي أصدقائي، ولكن الأكل هو هو يعني. طب بس هون ما بتحسي مثلا أنه في عزايم بيجوا الرفقات أو إذا عندك أهل بالبلد؟ في أقارب، في أولاد عم زوجي هون بنعزمهم، بيعزمون عندهم، يعني مثل إخوتنا يعني بنعتبرهم هون بالغربة. في أصدقاء إلنا يعني مختلف الجنسيات. بتحبي أكتر يكون الفطور بالبيت يعني خصوصا لما يكون في عزايم وعدد كبير بالبيت، ولا بتحسي إن لا برا البيت أحسن وأخف؟ بحب أكل البيت أكتر من أكل برا. وإنتي تطبخي؟ يعني تعب إنه هيك بتاخدي ثواب يعني صايمة وفي المطبخ كله يعني. صح تعب كثير. انت قلتي لي الاكل ما اختلف، ما تعلمتي اكلات جديده بالامارات؟ تعلمت يعني تعلمت الاكلات السوريه من الاكلات الامارات. الهريس شو بتعرف تعمل الهريس؟ والله برافو عليك. وبيطلع لذيذ يعني، واحيانا انه بنفطر انا وزوجي هريس وهيك، اكله مفيده وحلوه يعني شيء جديد. بس يعني انا بيوم من الايام اذا نزلت غزه زياره عند اهلي وهيك اول اكل حاعملهم اياها الهريس. ايه انه جايبه اكل من برا. اهل غزه ما بيعرفوها يعني. ايه صح غريبه عليهم. ما في هريس بغزه. وقلتي اكلات سوريه مثل شو؟ الكبة المشوية. أنا إلي صديقتي السورية جارتي فتعلمت منها شاكرية، شفت يعني بتعمل شاكرية كبة مشوية يعني هيك. بس جربتي تعملي هون؟ عملت الكبة المشوية. هو هي الشاكرية شو؟ طبيخ اللبن. إحنا بنسميه طبيخ اللبن بغزة. هم شاكرية يعني في كتير أكلات بس المصطلحات بتختلف بين الجنسية والثانية. صح بتلاقي يمكن نفس الأكل نفس المكونات بس بتختلف التسمية من بلد لتاني. طب وبتجربي مثلا بتعملي تتبعي نظام غذائي معين برمضان انه على اساس حميه وهيك؟ بنحاول يعني مثلا مو كل يوم الدهون، يعني مثلا انه اوكي في لحم خروف وعجل ودسم ودجاج وهيك، بس في احيانا يعني بنكتفي بالسمبوسك بالحمص بالفول. يعني عادات تقاليد هاي اهلنا في فلسطين خففي. يعني يعني مو كل يوم كمان لازم تطبخي أكلة شكل. يعني أحيانا الأكلة بتزيد لتاني يوم فلازم إنك تستغليها تاكليها تخلصيها يعني. صح خسارة كم. هو فعليا أصلا برمضان أول 10 أيام تلاقي كل يوم أكل كبير كل يوم أكل كبير، بعدين خلص بتبلش الأكلات تخل والأطباق تقل على السفرة. بس الحلو اللي هو عادة بعد الفطور بعد التراويح وهيك أحيانا شو بيروحوا رجالنا بيصلوا التراويح بيروحوا من الجامعة بتلتم العيلة رجال ونساء وبتقدم الحلو.
عبارة عن كنافة نابلسية لازم هاي. احنا لازم مرتبطة برمضان وبكل وقت. الضيوف بيجوا بنقدم لهم الحلو الرئيسي كنافة نابلسية. القطايف كمان هذا لازم معروف. يا اما بتحشي قشطه يا اما مكسرات. أي. بتعمليه انت بالبيت ولا بتطلبيه من برا؟ انا والله القطايف بشتريه جاهز يعني بس انه بقليه بالبيت. طب شو الحلويات اللي انت بتعمليها بالبيت؟ الخشاف هذا حلو وبنفس الوقت سحور. يعني زوجي بحب ما يتقل على السحور. خفيف هو الخشاف عباره عن مكسرات زبيب ولوز وتمر بتنقعيه بمي يعني ساعات فبنتقع المي بتصير طعمها من حلاوه هاي المكسرات. بتاكل بارد؟ وبعدين بتاكل بارد بنحط بالثلاجه وبعدين اخر مرحله اللي هو شو بتحطي بتزينيه بالموز. حلو. خفيف كثير على السحور فمشبع. زبيب ولوز وتمر كله يعني اشياء مفيده. والموز. طب مثلا في حال ما تسحرت وخشاف شو ممكن يكون السحور؟ قد ايه ممكن يكون خفيف؟ اكثر شيء بعمله على السحور اللي هو صحن الحمص هذا لازم يكون موجود. والجبنه والبطيخ. ما بتعطش الجبنه؟ ما هو في بطيخ سوائل كثير في قلبه فبتعوضي. بغنيكي عن العطش طول اليوم يعني اذا كنتي في الدوام بتشتغلي بالبيت. طب اذا رجعنا شوي للفطور شو ممكن تكون مثلا مع الطبق الرئيسي؟ شوربات، سلطات، مشروبات؟ بنعمل احنا عاده انه شوفي في رمضان كل اهل غزه بيعملوا اول يوم رمضان. انا ما بدي اقول كلهم بس اغلبهم اهلي ماما منهم اول يوم الملوخيه. ليش؟ لانه لونها خضراء اخضر. أيوة. فهم بيتفائلوا انه بتكون سنتنا خضراء فاول يوم رمضان بيبدوها بشيء لون اخضر لون زراعه معتمده يعني زراعه فلسطين واراضينا وهيك يعني بتذكرك بالماضي القديم قبل لا يعني يصير الاحتلال وهيك. الحمص لازم يكون موجود. الكعك يعني بالشوارع الكعك المحشي ولا الكعك الخبز بالسمسم. اوكي عرفته شكل هيك كعكه. لازم هذا بابا الله يرحمه كان دائما من شغله يروح ايش يكون شاري لنا صحون الحمص والكعك والفلافل كمان. الشوربات شوربه فريكة. ايوه لسان عصفور اذا بتعرفوها. شوربة الأحرف إذا في أطفال بالعيلة فبدك تشجعيهم على الصيام فلازم تغريهم بالأكل. شو تحطي لهم بالأكلات؟ تذكريهم شغلات تخصهم يعني تغريهم يتحمسوا يجوعوا. فالشوربة اللي هي الأحرف A B C D فبشوفوا كل يعني بكل معلقة إنه مامي أكلت حرفي A B اسمي فهيك يعني فبياكلوا يعني أكل صحي وبشبعوا يعني. لا كثير حبيت الفكرة بس أنا حابة بلش. شو رأيك؟ يلا شكرا. خبريني شو محضرة قبل؟ المحاضرة اللي هي المقادير. ايه المستعملة في الطبخة. بهارات. بهارات القدرة في كتير انواع بتنحط على القدرة بس اهم شيء اللي هي بهارات القدرة هاي مش متوفرة هون من فلسطين جاية ماما جابت لي منها يعني. والله اصلي. طب شو هي بالضبط؟ هي اسمها بهارات قدرة. بهارات قدرة بس مكوناتها حتكون كمون وقرفة وهيل ورق غار وجوزة الطيب مطحونة كله مطحون فبيعطي الطعم. بس هون اذا جمعتيهم بتقدري تعمليها صح؟ بتقدري تعمليهم. طيب وشو البهارات الثانية؟ عندك بهارات عربية مشكلة. الكركم أساسي برز القدرة لأنه لونه ما إلا الأصفر بيكون. طيب. بهارات القدرة فلفل أسود والهيل المطحون طبعا عواد القرفة وجوزة الطيب لازم يعني هذه تنحط. طب في مثلا بهارات تانية ممكن الواحد يضيفها ولا بس خلص هدول معتمدين؟ هيك إذا ضفتي كمون رح يتغير الطعمة يعني حسب الرغبة أو حسب كل حدا بس متعود. هي هذه كل العائلة الناس يعني متعودة عليها. هي طيب. القدرة اللي بتنعمل بالفخارة اللي هي بهاي الفخارة شك.
كمان من غزة؟ من غزة. ماما جايبة لي اياها. لازم لما تيجي كل اشي نفسك فيه ماما كذا 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 كذا. خصوصاً الشيء بخص الأكل. فإنه مشان الوزن ما بتقدر تجيب لي الفخارة الكبيرة. بس فلسطين متوفرة، يعني أكثر مدينة بتشتهر فيها الإبرة الخليل. احنا تعلمناها من الخليل. طب هي بتختلف بالمدن؟ يعني كل مدينة لها أكل معين؟ هلا الخليل بيعملوها اوكي الإدرة، واهل القدس مشهورين فيها كمان. بس اهل القدس ما بحطوا حمص فيها. بتختلف الطريقة، بس الحمص بيعطيها نكهة كتير رائعة. واهل غزة طبعا تعلموها يعني. طب اهل غزة عندهم شيء معروفين فيه؟ اهل غزة السمائية. اهل الضفة ما بيعرفوها. هي عبارة عن سلق وحمص، طحينة، سماء لونه الأحمر هذا. توتي بنعصر بنسلق وبنخلط، يعني غلبتها غلبة. بس أنت بتنعمل السمائية أنت على العيد؟ على العيد، فليلة العيد بتنعمل السمائية، وحفلة عريس يوم الفرح يعني. على الأفراح والمناسبات. وليلة العيد عيد الفطر عادة انه بيجي بعد رمضان، فبنعمل فسيخ جنبه. بتعرفوه؟ ايه، بس هاي مو مصري؟ بس انه خلاص يعني بتكون طعمته كثير لذيذة مع السمائية. أيوة. يعني أيوة. وقليت البندورة بمرقة الفسيخ، الزيت اللي قليت الفسيخ. بس انه عيد يومها. حتى بالاكل. اجواء العيد بغزه كثير رائعه. طب انت قلتي لي انه اول نهار رمضان لازم ملوخيه لتكون السنه خضره. شو اول يوم عيد؟ السمائيه والفسيخ مع قليه البندوره. عيد الاضحى اضحيه، لحم، خروف، الضلع، هيك يعني الناس بتلتهي بالاضحيه في عيد الاضحى. هلا منشان ما نروح خطوات، يلا. الزيت حطينا الزيت هلا. أوكي. والبصل تمام. قد ايه بتاخذ وقت تقريبا الاكله؟ الاكله يعني من 35 ل 40 دقيقة. سريعة اذا محضرة يعني مكوناتك. اذا محضرة المكونات كل شيء تمام. حنقلب البصل هلا حتى يحمر شوي، يدبل ويصير لونه اشقر ذهب شوي. طب خبرتيني عندكم قرايبين هون، لما تحبي تعزمي قرايبينك تعزميهم بيت ولا ببيتهم ولا مثلا برا، او يمكن لو الجو شوي حلو بس مش هلا برمضان، انه حديقه او بر او هيك شيء؟ اختي اول يوم رمضان انه عاده بغزه في عند الاهل العائله، اول يوم رمضان عند اختي. ايوه يعني هي عامله امي في الغربه هنا لانها اكبر مني. الله يخليكم لبعض يا رب. ومتجوزه يعني قبلي بكثير يعني. ايه فكل شيء اول ما اجيت هون عروسه كانت كل اكله تعملها يا تبعث لي منها يا اما تناديني عندها. ايه فهيك قلب الاخت. حلو الاخوات لما يكونوا مع بعض والله. طيب علمتك هي الاكل ولا انت تعلمتي لحالك الطبخ؟ في هلا وانا عروس الا لازم تجربي ويخرب معك كثير شغلات. بس هلا حنضيف الحمص. اوكي. فكثير شغلات تعلمتها منها دينا ومن ماما كمان. اي شيء انه مزنوقه في اكله ماما شو احط هلا المقادير بتقول لي. طب كم اكله كم طبخه حرقتي؟ ما كثير، لا شطوره يعني لانه ماما تعليم ماما فتره الخطوبه كانت تشغل فيها يعني. بتحس يمكن ما بتسترجي تحرقي، رح تاكلي بهدله معنا. كانت انه ما صرتي بهالعمر بعدك عم تحرقي طبق. كانت تسلمني اكلات صعبه، مفتول، الفته الفلسطينيه المقلوبه، الدجاج. هي بدايات الطبخ. انا على فكره اول مره بسمع بهي الاكله. هي ما كثير بيعملوها الفلسطينيين، فهي يعني قديمه بس ما كثير بيعرفوا قديها زاكيه يعني ولذيذه. انا بعرف الاكل الفلسطيني بس مسخن. ممكن يعني بيستصعبوا من عملها لان اغراضها كثيره، بس انه هي يعني كل الاكل سهل. طب احكي لي شو في كمان اكلات؟ شكلي ما بعرف شيء، عم تحكي لي اسماء غريبه. في عنا اكله قديمه بس هلا يعني انقرضت لانه الشباب الايام هذه ما بحبوا اكلات زمان. شو هي الفقعيه؟ ايوه شو الفقعية؟ يعني الفقعيه عباره عن رز وسلق
وحمص في قلبها وهيك يعني بتخليه كيف يعني كله مثل القوام اللي مش رز يعني بحبته يبين اوكي ينخلط مع بعض هيك يعني بالطنجره كثير مفيده تشبه الشوربه بتصير ما بعرف قريب. عم جرب بتخيل الموضوع قريب ما كثير شوربه يعني ايه فهلا الشباب لا ما تعملي لنا اياها ما بدنا باستا في... بحبوا يعني الاكلات الفته المفتول المقلوبه هاي الاشياء طب وعلى السيري بتعرفي تعملي اكل غربي ولا لا كثير تعلمت في الاستروغانوف التايلاندي الفاهيتا الفوتوتشيني وين هدول تعلمتهم هون بالامارات تعلمتهم هون يعني بالامارات بس تجوزت وماما يعني اجت هون ودوقت هاي الاكلات وعجبتها وراحت غزه وصارت تطبقها لاخواتي رجعت بحله جديده يعني اي رجعت فعلا مسافره هلا حنضيف اعواد قرفه اوكي لانه طعميتها هيك يعني القرفه وقرن فلفل اخضر وورق غار جوزة الطيب مطحون يعني وهيل فهلا شو رح نعمل حنضيف شويه من بهارات القدره على الخلطه هذه كم ملعقة تقريبا او حسب عدد الاشخاص او حسب ايوه حسب عدد الاشخاص لانه انت ما بدك تكتري بهار لحتى تخرب الطعمة يعني حيصير بهار بالرز لا احنا كل شيء بيعتدل اي صح صح اوكي هلا الخطوة الثانية اللي حنضيف الرز انت ما رح تستخدمي الفخار ولا بالسكب بعدين الفخار لانه كمية الرز كبيرة فراح ما يقدر يعني انه نستوي بالفخار مزبوط بس هي اصولها بالفخاره وحطب وشي كمان بالفخاره والحطب لانه اهلنا زمان كانوا حياتهم بدائيه يعني كله صحي صح. ما في مواد كيميائيه على الخضار والفواكه كانوا عايشين باراضيهم عاملين بيوت شعبية بنفس الأرض زرعين الريحان النعناع المرمية كله من البيت بتحسي ما بيضطروا حتى يشتروا من برا كله من أرض البيت الكركم هلأ أوكي طب فينا مثلا نضيف شوربة سلطة جنب الرز فيكي تعملي لبن احنا بنعمل لبن لانه هي سخنه وحاميه وهيك هلا الهيل حنضيف ففيكي تعملي لبن عاد فيكي تعملي طبيخ لبن بصل تقليه وتضيفي اللبن ولحم مفروم او من مرقه الدجاج ونشا طبعا وبطلع يعني بس رمضان عشان احنا هلا رمضان فبدنا اشي ما يعطشنا وما يخلينا ما يتعب المعدة فعملت يعني شو هلأ رح نعمل لبن بارد يعني لبن بخيار ولا لبن عادي خيار لأنه سوائل ومفيد لرمضان للصايم هلا رح اعمل لك حلو كثير لذيذ وجديد ما الكل بيعرفه حلى الزرع او حلى الشتلات بس قبل لنبلش فيه خلينا تعال نفرجيك الرز كيف استوى واخذ اللون يا سلام بس تعي شم الريحه قديش لذيذه هيك تقريبا الرز استوى وكل رزه يعني مفلفله هلا حنطفي عليه هلا الطبخة جاهزة صح؟ جاهزة نشيك على الدجاج خلينا نشيك على الدجاج تحمر الدجاج تحمر واخذ اللون هذا اللي احنا بدنا اياه اوكي نطفي عليه باقي نعمل الحلو هلا الحلو يلا الحلو عبارة عن كيك اي نوع كيك انت بتحبين مفتفت يعني تفتفتيه تمام فت وبسكويت شوكليت هيك تطحنيه بصير هيك مثل الباودر هذا شو
هذا للزينة. كيف قوار الزرع؟ هو بنعمل بهادي الكاسات ولازم تكون هاي الكاسات لونها بني مشان تعطيكي نفس شكل قوار الزرع اللي هو تبع بلادنا وتبع كل يعني البلاد. حنحط طبعا من الكيك المفتفت نضيف تمام الكاسه. اوكي اي نوع كيك يعني اذا في كيك عندك انت من امبارح عاملاها وزادت بتقدري تستغليها بغير شيء وافراد العيله ما بدهم ياكلوا كيك زهقوا فبدل ما ترميها خساره يعني نعمه من الله استعمليها بشيء ثاني حلو جديد. هلا لا مكونات الخلطه اللي حنحطها فوق هذا الكيك حنستعمل كريم كراميل ودريم ويب وقشطه كل هذا وين راح نحطه؟ بالخلاط. تمام بالخلاط. هلا احنا هيك بنكون جهزنا ال شو قلتي لي اسمه؟ حلى الزرع. حلى الزرع لانه هلا شكله مثل الزرعه. تمام وهذا انا كثير كثير بحبه لرمضان. ليش؟ لانه خفيف وزغنون يعني انه بيتاكل مثلا بعد الفطور بالسهره. هلا حنضيف الخليط. تمام طبعا الكميه بتكون حسب عدد الافراد والكاسات اللي عندك. تمام طبعا هذا حيدخل الثلاجه. بيتاكل بارد. بيتاكل بارد. بتحطيهم بالبراد قبل ما تحطي البسكويت ولا بعد؟ قبل ما احط البسكويت لانه راح يبرد من حراره الثلاجه والبروده تبعتها. خلينا نحطهم لكان ناكله بعد الفطور. اصلا بحس على الفطور بنبين فاضي تاكل الحلو. خلص اول شيء بتشبع من الطبق الرئيسي فهذا الكمية الصغيرة فهذا بعدين البسكويت بنزين فيه وبتقطعي قطف من النعناع وبتحطيه عليه زرع. حلو كثير فانه العالم كل ما اعملهم يعني له انه واو واو بصيروا يصوروا انه ويمكن اصلا ما بيخطر لهم ياكلوه. انه حتى الكاسه على شكل السطر وطعمه لذيذ يعني مبتكر. هلا نسكب الاكل شو رايك؟ اكيد موافقه لانه ما بقى شيء. ساعدك؟ يلا هلا نشوف. هيك بتكون هاي الطبقة جمدت يعني. وحنزين بالبسكويت. تماما شكله مثل ما تخيلت المنظر. ما حتبين الطبقة اللي تحت ابدا ما حيبين شو في تحت. فهيك يعني بالمعلقة بدك تنزلي فيها لتحت عشان تاكلي كل النكهات. اخر مرحلة اللي هي شو؟ تزيين. تغرسي زرعتك. تعبتي فيها وانت بتعمليها؟ مواسم. وهيك بيخلص حال الزرع. شكرا لك عزبناكي معنا وتاخرت عليك بس معك الاكل كثير بشهي. حبيبتي غلبتك راحه ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع امه محمد وعلى الامارات وشعبها. ان شاء الله دائما يضلهم خير وصحه وسلامه. امين يا رب. شكرا لك كمان مره. مشاهدينا مثل ما شفتوا قدرنا نتعرف مع ريزان على طريقه تحضير رز القدره الاكل الفلسطيني بالاضافه للحلو الكثير مميز حلى الزرع وكمان سلطه الخيار بلبن والسلطه العربيه. بشوفكم بكره بحلقه جديده وطبخه جديده. صياما مقبولا وافطارا شهيا.